السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. نعم. جات أنا بدرس فقه يعني على المذهب الحنبلي. تدرس فقه على المذهب الحنبلي؟ أنا بدرس بيبقى فيه يعني أي مذهب بيبقى فيه مفردات أخطاء. إيه؟ أي مذهب بيبقى فيه مفردات أخطاء يعني. إيه. فأنا جاب يعني بعض اللي بيطلعوا أخطاء دي ساعات بشوف فتاوي مع الشيخ اللي بدرس معاه ساعات بشوف فتاوى ان يعني فتاوى كثيره بتبقى مخالفه لل هو كان مطلع المفردات دي يعني هي مسائل خلافيه يعني. يعني ما السؤال اختصارا؟ يعني جاني يعني زي يقول لي قلت ما اسيب السوق مثلا واتجه لحاجه ثانيه لحد ما لا 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 في السن انا عندي 15 سنه لحد ما اكبر سن وانا عايز عند شيخ وجها لوجهي كده يعني. انت حفظت القران؟ ها؟ حفظت القران؟ لا الجزء الثاني. اجتهد في حفظ القرآن. اجتهد في حفظ القرآن وخذ من الفقه ما تستقيم به أمورك في الصلاة، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتوضأ، الأشياء اللازمة. طب في كتاب يعني كويس كده يبقى موثوق منه شوية وشيخ يعني شرحه كويس ولا؟ في الفقه يعني ولا إيه؟ أيوة فقه. طبعًا أنت كم 15 عامًا أنت؟ دعني أنظر لكتاب يتناسب مع سنك، من أي البلاد أنت يا بني؟ من مصر. أعرف أنك من مصر لكن من أي البلاد؟ أسيوط. أسيوط. تواصل معي على الهاتف الخاص. طيب.